بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء مع المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي جون كلود جاكوسو آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية. وذكرت الوكالة أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما الأربعاء الخطوات التي تبناها المجلس الرئاسي الليبي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية. وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فقد أثنى المنفي على دور رئيس جمهورية الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الأفريقي ومساندتهم لجهود المجلس الرئاسي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.